إذا لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو الدكتور محمود الأفندي الأستاذ بالأكاديمية الروسية والمتخصص بالشأن الروسي. دكتور مرحبا بكم. سكتت طبول الحرب واندلعت شرارتها كما يقول المراقبون بعد المواقع الهجومية التي اتخذتها القوات الانفصالية خاصة في دونسك الروسية على الحدود الأوكرانية بالتزامن مع مناورات استراتيجية إن صح التعبير يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يعني كيف نفهم هذه الطلاسم دكتور؟ أول شيء سأقول صديقي بالأخوة المشاهدين، طبعا فينا نقول الشرارات بدأت ولكن ليس السبب هو القوات الانفصالية أو روسيا، ولكن تم هناك 1500 خرق لوقف إطلاق النار واتفاقية مينسك حسب منظمة الأمن والسلام في أوروبا. نعم. الخروقات بدأت فيها قوات الجيش الأوكراني والفصائل التابعة لها، يعني حتى البارحة كان في عدة محاولة تفجير معمل كيماوي، وهناك محاولة اغتيال رئيس الشرطة في دونباس، واليوم سقطت قذيفتين في الأراضي الروسية على فكرة يعني من مدفع الهاون. نعم. فهذا كله بيؤدي أنه الخروق بدأت، يعني نعلم جيدا أن أوكرانيا بدأت تخترق أو ما تسمى تضرب في عرض الحائط اتفاقية مينسك. اتفاقية مينسك تنص، يعني الرئيس بوتين حذر عدة مرات، يعني الحشود العسكرية الروسية الموجودة أول شيء على أراضيها، ثاني شيء هي لوقف هجوم متوقع من القوات الأوكرانية أو الجيش الأوكراني على الانفصاليين حسب اتفاقية مينسك، فروسيا هي الضامن لهم. وقال الرئيس بوتين عدة مرات على الرئيس زيلينسكي أن ينفذ هذا. نعم. هذه الاتفاقية، التنفيذ ليس وقف إطلاق النار، وقف إطلاق هو أحد بنوده، ولكن هناك فوق 12 بند أهمهم هو بدء الحوار بين القوات الانفصالية وحكومة الانفصاليين مع الحكومة الأوكرانية لإنشاء دستور جديد ليحمي المواطنين الروس داخل الأرض الأوكرانية. يعني كثير من المحللين السياسيين وخصوصا الأمريكيين لا يرون الموضوع كما هو، الموضوع هو كمالي، هناك حوالي 40-30% من المواطنين الأوكراني هم الروس. نعم. وهن مواطنين الروس وهن مقاتلين في شرق أوكرانيا أغلبيتهم، فروسيا يجب أن تحميهم، هذا من ضمن اتفاقيات وضمن الدستور الروسي. فحشد هذه القوات هو جواب على حشد القوات الأوكرانية والتي حوالي 125-130 ألف مقاتل. هذا أول دكتور شيء. دكتور شيء. نعم دكتور، خلال الأيام الماضية تبنى حلف الناتو مبدأ الحوار والرد، هل بقي للحوار مكان في ظل الحشودات الروسية على الحدود الأوكرانية؟ صديقي، الرئيس الروسي عرض عدة مرات وكتب رسالة إلى حلف الناتو وإلى الرئيس الأمريكي. نعم. للضمانات الأمنية، الضمانات الأمنية من حلف الناتو، لأنه حلف الناتو يعرف عن نفسه هو حلف دفاعي، ولكن اللي عم نشوفه في اخر فتره انه هو حلف هجومي كما حصل في يوغوسلافيا 99 لما هجموا على بلغراد. نعم. كما حصل في العراق. طيب. لما تجاوزوا قرار مجلس الامن، يعني هو لذلك روسيا تريد ضمانات. اللب الاصلي للموضوع هو الضمانات ترغبها روسيا بعد عده وعود امريكيه بعدم توسع الناتو شرقا والاقتراب من الحدود الروسيه، واللي حصل انه حكى الرئيس بوتين حتى خلينا باللغه العاميه ان الامريكان نصبوا علينا، يعني كذبوا علينا بالفعل. يعني اتذكر انه اول تصريح امريكي عام 91 ان لن تتقدم من ناتو ولا سنتيمتر مربع، الان ناتو في استونيا، في رومانيا، في ليتوانيا، على حدود روسيا وفي هولندا. نعم. ايضا. نعم. فلب الموضوع هو، ولكن حلف الناتو ياخذ من اوكرانيا القشور، فهو يدفع باوكرانيا الى الحرب. يعني خلينا حتى نشرح اخوة المشاهدين، اوكرانيا من 2014 لما اتت حكومه الانفصاليين عن طريق حكومة الوطنيون الغربيون أوكرانيا اللي لهم كره للروس أصلي من أيام الحرب العالمية، اللي عنده حربوا مع هتلر على فكرة. نعم. ضد الروس، يعني. نعم. هذه المناطق، يعني الفوف وزكرباتي، هذه المناطق حاربت مع الهتلر، يعني مع الجيش النازي. نعم. فلها كره مع الروس، أدت بانقلاب غير شرعي، ماشي، أدت إلى السلطة. فهنا روسيا اتخذت عدة مواقف لحماية المواطنين الروس، ولكن اللي عم بيحصل انه من 2014 حتى الان الاقتصاد الاوكراني انهار تقريبا، ماشي، كل المصانع تفككت، والان بعد الهستيريا الحرب التي اقامتها الولايات المتحده الامريكيه في اوكرانيا،
ادت الى خروج كل رؤوس الاموال من اوكرانيا وهروج كل الاستثمارات ونقل، وهناك ازمه دبلوماسيه انتقلت كل السفارات الى الفوف حوالي 600 كيلو متر عن كييف. هذا ادى الى ازمه اقتصاديه غير مقبوله، يعني نقص المواد الاوليه، نقص الغاز، نقص النفط، هذا كله الان في اوكرانيا. فاوكرانيا ليس لها حل الان غير ان تدخل حرب لتاخذ يعني بس فقط لتاخذ المساعدات. يعني اذا بتلاحظ انه كل يوم الرئيس زيلينسكي يطالب بمساعدات، كل يوم يطالب بالدعم، يريد ان يدخل الناتو، وهي البلد كل يعني حكومتها فاسده، وهناك متعصبين جدا ضد الروس ويقوم بشعارات فاشيه. يعني اذا نزلت الشارع الاوكراني لا احد يريد الحرب، ولا الشارع الروسي ايضا، ولكن اختراق اتفاقيه مينسك هي الحل الاخير للحفاظ على الحكومه الاوكرانيه. مع طيب. ان الرئيس نعم. زيلينسكي لما اتى بس نقطه نعم تفضل إيه. نعم. الرئيس زيلينسكي اتى الى السلطه بانتخابات شرعيه اوكرانيه على اساس ان يبدا الحوار ويعمم السلام في اوكرانيا. اللي حصل انه هناك قوه اكبر، يعني هناك الولايات المتحده الامريكيه مسيطره الان، هي والمملكه المتحده بشكل كامل على اوكرانيا اقتصادها ومعودها، فهي تعيش على حسابها الان. فالان تعمل اوكرانيا كما تريد الغرب والولايات، افضل من الغرب حتى ما اكون صراحه، هي الولايات المتحده الامريكيه نعم. وحليفتها بريطانيا فقط هم يريدون الحرب. طيب دكتور، بالنسبه للهجوم السبراني، يعني اوكرانيا اتهمت روسيا بالهجوم سبرانيا لكن موسكو نفت ذلك، ألا ترى أن الإمكانيات التي شن بها الهجوم السبراني لا تمتلكه في المنطقة سوى روسيا؟ ما الداعي بأن تنفي موسكو الهجوم السبراني؟ مما تخشى موسكو؟ أنا أشك شكا قوي أنه هناك كان هجوم سبراني، يعني خلينا نكون صريحين نعم. من أوكرانيا تعلمت من أساتذتها في الولايات المتحدة الأمريكية طريقة كذب والتراوغ. يعني ننظر جيدا لما على سبيل المثال لما اتى كولن باول بانبوب اختبار في الامم المتحده وقال هناك اسلحه دمار شمال في العراق وعلى اساسها دمرت العراق وقال اعذروني خطا مخابراتي. الاوكراني اخذت معلوماتها بالهجوم السبراني من المخابرات الامريكيه، والمخابرات الامريكيه وتعلم ما هي المخابرات وكسبها على جميع العالم وعلى دول العالم ليست اول مره. فليس هناك هجوم سبراني، هو فقط تصعيد الموقف. يعني في ملاحظ، يعني لما كان الرئيس أردوغان زار أوكرانيا قال الرئيس زيلينسكي وصراحة يعني نبهه، قال له هناك قوات في بعض الدول الغربية والمقصود معروف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تريد الحرب، فاحذر ذلك، عليك بالحوار. اللي عم يحصل أن الرئيس زيلينسكي عم يعطي إيجابيات، لما عم يعطي إيجابيات نحو روسيا تبدأ الضغوط الأمريكية عليه. فليس هناك اي، هناك فقط عليه انه صحيح. يعني اليوم فقط مثلا اثناء مؤتمر ميونخ طالب ان يدخل الناتو وطالب بان يدخل الاتحاد الاوروبي وطالب باوروبا، كانه ليس لديه اي مقومات. يعني هو رئيس بلد يجب ان يحمي نفسه، ولكن اللي عم نلاحظه انه الرئيس زيلينسكي الان لا يحكم اوكرانيا فعليا. طيب على فكره الفصائل الموجوده في بعد الجيش الاوكراني ثلاث ارباعها، يعني 75% هنا من الغربيون الاوكرانيون، وهم لا ليس لهم طاعه الى القياده العسكريه الاوكرانيه، يمكن ان تصرف بنفسها، يعني يمكن ان تشعل حرب في اي منطقه. دكتور محمود في اي وقت. دكتور محمود، تعرف يعني المجتمع الدولي كله يقف بالضد من غزو روسيا لاوكرانيا. بسؤال محدد وباجابه محدده من خلال ما نراه، هل ستجتاح روسيا اوكرانيا؟ شوف صديقي، انا مقيم في روسيا حوالي 30 سنه تقريبا، انا اعلم الروس جيدا والقياده الروسيه. فالروس دائما اذا ارادوا ان يدخلوا عمليه عسكريه او اي شيء عسكري معين يدخلوا في القانون، في القانون الدولي الذي وضعوه احد وضعينه في العام بعد الحرب العالميه الثانيه. فالان الوضع كما يلي: الروس لن يغزو اوكرانيا الا في حاله واحده فقط، عندما يوقع الرئيس بوتين على طلب البرلمان بالاعتراف بالدباس واللوغاس كجمهوريتين مستقلتين. هون في روسيا تدخل نوعا ما، نقدر نقول ان دخلت الحرب. حتى الان الاوراق موجوده من البرلمان الروسي، اعطوه الرئيس بوتين، حتى الان القلم بيد بوتين، هو ينتظر ان تبدا اوكرانيا بالالتزام باتفاقيه مينسك. فنحن ولكن دكتور إيه؟ ولكن دكتور محمود، سيرجي لافروف يعني بسؤال احد الصحفيين فضل. او ما براسه فضل. نعم سنغزو أوكرانيا، ولكن الرئيس الروسي ينفي ذلك. هو استهزأ بالصحفي لأنه نعم. قال لها بعد ذلك، قال
قال له هذا الصحفي يعني جدا احرجني يعني احرجني اضحكني يعني هو من اول المؤتمر الى اخره هل ستغزو اوكرانيا هل ستغزو اوكرانيا فهل هذا براسه يعني يعني لن يغزو اوكرانيا. الروس صديقي يدخل فقط يتصرفوا عن طريق قانون يعني حتى ضم جزيره القرم يعني حاليا نكون صراحه نقول احتلال ماشي وضم جزيره القرم تم ضمن القانون الدولي يعني لم يكن يطلق طلقه واحده كان هناك استفتاء وعلى اساس الاستفتاء حسب القانون الدولي انضمت الى روسيا. بدون حرب انضمت او انقلبت الى روسيا هذا يعني ان روسيا خلينا يعني حتى نكذب كل اقاويل روسيا تتصرف الان تدريجيا حسب الواقع. الواقع يقول الان ان اوكرانيا ستخرج باتفاقيه مينسك وحلف الناتو يرى في يعني حلف الناتو لن يعطي ضمانات الى روسيا فمن السابع المستحيلات ان توافق روسيا على دخول اوكرانيا على الناتو لانه هذا موثق باتفاقيه منظمه الامن والتعاون الذي وقع عليها الرئيس كلينتون عام 99 في اسطنبول وزوجته هيلاري كلينتون عام 2010 في استانا على منصب البند الثامن. هذا مهم جدا يكتب فيه يحق لكل بلد ان ياخذ حليفه العسكري ولكن لا يجب ان يكون هذا بضرر امن بلد اخرى. دكتور فهذا دكتور حتى لو يعني حتى لو اومأت براسكم هل ستجتاح روسيا اوكرانيا كسيرجي لافروف بنعم ام بلا دكتور؟ الله الله لك اياها صراحه. اي نعم انا الجيش في الدنباس واللوغانس قادر على رد الهجوم على الهجوم الاوكراني فروسيا يمكن ان دون ان تدخل حرب هي تحاول نوعا ما حمايه ظهره نوعا ما التقدم له المعونات وبسهوله تقدر الدنباس واللوغانس حمايه نفسها لانه لديها اسلحه كثيفه وكذلك لديها قوه قويه وقوه عسكريه قويه وكذلك الروس وراهم. يعني خلينا نكون صريحين الروس ليسوا بحاجه الى الدخول هنا يدخلون لوقت الحرج ولكن اعتقد خلال السكان الان بدا في اللوغانسك هذا بيعني ان القوات الانفصاليه جاهزه للقتال. طيب. على حسب معلوماتي وخبراتي نعم يعني دكتور. مع المنطقه هي بالذات اعرف جيدا ان الروس يعني موجودين على الحدود فقط لحمايه اراضيهم وحمايه الانفصاليين من الانهيار. يعني اذا مباشره شعر الروس بان الانفصاليين سينهاروا هناك سيوقع بوتين ويعترف الجمهوريات وعلى اساسها ستدخل القوات العسكريه الروسيه داخل الاراضي الاوكرانيه حسب اتفاقيه بين الجمهوريات الانفصاليه وروسيا كما حصل بجورجيا عام 2008 في جمهوريه أسيتا الجنوبية وما حصل في مولدافيا في بريندستروفي عام 1995. عبر سكايب من موسكو الدكتور محمود الأفندي الأستاذ بالأكاديمية الروسية والمتخصص بشأن الروسي شكرا جزيلا لكم.